بتصوري حاجه اليومين دول؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي داخله لوكيشن مسلسل في رمضان، مش هقول اي تفاصيل لحد ما اخش اول من اللقاء اللي فات وانت بتقولي لي مش هقول اي تفاصيل. لا لا لا، ده كان فيلم، ده كان فيلم قصير، بس احنا هنأجله لبعد رمضان لان الفنانين اللي فيه والزملاء برده مشغولين باعمال فنيه تانية، فهيتأجل. ده كان فيلم قصير فهيتأجل لبعد رمضان، لكن اللي فعليا ان شاء الله ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي ده مسلسل، وان شاء الله مفاجاه 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 ان شاء الله. دايما بالتوفيق يا ليلي، وبشكرك، ويعني يا رب كده متألقة دايما وناجحة وفي أتم صحة وأسعد حال. ربنا يخليك، وأنا اللي مبسوطة جدا أنا موجودة معاكم، ودايما بالتوفيق إن شاء الله.